إذا كان انفجار مرفأ بيروت قد دمر المبنى الرئيس لمؤسسة كهرباء لبنان، فإن الانفجار المالي والاقتصادي بات يهدد ما تبقى من قدرة المؤسسة على توفير الكهرباء للبنانيين. كمريض في غرفة العناية الفائقة، باتت استمرارية معامل الكهرباء في لبنان تحسب بالأيام. الانقطاع التام لمؤسسة كهرباء لبنان فينا نوصل له إذا ما قدرنا جبنا فيول. نحن الفيول منتكل على سلفة خزينة من أو مساهمة من الدولة اللبنانية لاستيراد الفيول. في وهي اللي نحن عم نعمله هلا، نحن صار في عنا وفر بال 2020 من جراء انخفاض أسعار الفيول عالميا. وطبعا جائحة كورونا وفرنا حوالي 300 مليون دولار عم نستعملهم بالربع الأول من سنة 2021، لا في موازنة بال 2021 ولا في قانون سلفة ولا في مصاري بكهرباء لبنان لنقدر نستورد فيول. سو في مجال انه يصير في عندك بلاك اوت اذا ما توفرت الاموال اللازمه. اكيد وزير الطاقه والمياه في حكومه تصريف الاعمار ريمو غجر انذر بعتمه مطلقه في حال عدم توفير سلفه لكهرباء لبنان قبل نهايه الشهر. افتتحت الجلسه يوم الجمعه، يعقد المجلس النيابي جلسه لدراسه واقرار ثلاثه قوانين. يخطئ من يظن أن على جدول أعمال الجلسة قانون السلفة، فجدول الأعمال يقتصر على ثلاثة مقترحات، اثنان منها متعلقان بقرض البنك الدولي والآخر يتعلق بتعديل قرض الكويت لمصرف الإسكان. أما قانون السلفة فمؤجل لدراسته من قبل اللجان المشتركة حتى يوم الثلاثاء المقبل. في شباط الماضي وافق مجلس الوزراء العراقي على تزويد لبنان بخمسمائة ألف طن من مادة الفيول، على أن تدفع الدولة اللبنانية بالدولار المحلي وبعد ستة أشهر، على أن الفيول العراقي ليس صالحا لمعامل لبنان، وحتى الكمية لا تشكل إلا ربع الكمية التي تحتاج إليها المعامل سنويا، إذ تحتاج معامل الكهرباء إلى مليون طن من الفيول أويل من درجة A ومليون طن من درجة B، إضافة إلى مليون طن من مادة المازوت. هو نفط أسود، يعني هو heavy fuel oil. إني ما عنده النفط خام لأنه معظم النفط الخام تبعهم هو مباع أصلا. النفط الأسود اللي عندهم في عنده شغلتين، في عنده سلفر كونتنت عالي وفي عنده فاناديوم. هلأ فيك تعمل شغلتين، فيك تاخده على مصفات مش كتير صعبة، يعني بتعمل له additives وبتعمل له تكرير بسيط وبيصير مطابق لمواصفاتنا، أو فيك تاخده وتقول لهم أوكي هيدا نفط أسود قيمته هلا، تعطوني نفط مطابق للمواصفات اللي نحن عم نشتريه بالسوق أصلا. في مقابلة تلفزيونية أعلن وزير الطاقة أن هناك حلين، الأول هو إعادة تكرير الفيول العراقي ليصبح صالحا لمعاملنا، ما يعني تكلفة إضافية على الدولة، والحل الثاني مبادلته مع جهة خارجية بفيول يصلح لمعاملنا. وفي دولة الشفافية لنا أن نتخيل نتيجة هذه المبادلة. آدم شمس الدين، قناة الجديد.